بسم الله، السلام عليكم. إذا كنرحبوا بكم، نواصل مع درس الحسابيات في زيد الخاص بالثانية علوم رياضية. إذا سبق لنا في الفيديو اللي فات شفنا الأعداد الأولية، شفنا شنو هو تعريف أعداد أولية، التفكيك إلى جذوع عوامل أولية، وكذلك التطبيقات ديال التفكيك إلى جذوع عوامل أولية. دابا غنشوف فقرة أخرى هي الأعداد الأولية وقابلية القسمة. دوك الأعداد الأولية وقابلية القسمة، إذا هذا بطبيعة الحال هذه فقرة حالة خاصة ديال أول فقرة في الدرس اللي هي قابلية القسمة في زيد. غير في هذه الحالة تنديروا قابلية القسمة ولكن على أعداد أولية. دوك ما خاصيات بحال نقولوا بحالات خاصة اللي داكشي اللي فات قديم، هادشي علاش كتبتهم باش نسردوهم بسرعة باش ندوزوا لحاجة أخرى من بعد. إذا أول خاصية، دوك خاصية واحد، إذا كان أ من زيد. دوك إذا كان أ غير أولي فإن أصغر قاسم فعلي موجب لأ هو عدد أولي. دوك أصغر قاسم فعلي ديال عدد ماشي أولي غادي يكون دائما، أصغر قاسم فعلي غادي يكون دائما موجب. كمثال أصغر قاسم فعلي موجب لستة هو اثنان، واثنان عدد أولي. دوك مثال جوج، أصغر قاسم فعلي موجب لخمسة وثلاثين هو خمسة، وخمسة عدد أولي. دوك خاصية اثنان ليكون بي عدد أولي. إذن كل عدد بي من زيد هو إما مضاعف لبي أو أولي مع بي. دوك دابا نكتبوها بالترميز الرياضي. دوك غتقول أن بي و أ أوليا فيما بينهما تكافئ بي لا يقسم أ. وكذلك العكس، إذا كان بي يقسم أ من طبيعة الحال ما غاديش يكونوا أوليا فيما بينهما. هذه خاصية مهمة جدا. شوف كملاحظة، إذا كان عندي بي و كي أوليا فإن إذا كان بي لا يقسم كي فبالضرورة بي يخالف القيمة المطلقة ديال بي كتخالف القيمة المطلقة ديال كي. هذا إذا كانت أعداد موجبة فإن بي كيساوي كي. والضد ديال هذه والنفي ديال هذه العبارات التكافؤ، إذا كان عندنا بي يقسم كي تكافئ القيمة المطلقة ديال بي تساوي القيمة المطلقة ديال كي. إذا هذه هي خاصية كتكون مهمة في بعض الحالات إذا كان عندنا أعداد أولية. خاصية ثلاثة، ليكون أ من زيد وبي وكي أوليا. دونك إذا كان عندنا بي يقسم أ وكي يقسم أ وبي أولي مع كي فإن الجداء يقسم أ. عفاكم هذه بطبيعة الحال هي حالة خاصة، هي نورمالمون صحيحة بغض النظر بلا ما يكون بي وكي أوليا. إذا كان عندنا بي يقسم أ وكي يقسم أ وكي وبي وكي أوليا فإن الجداء يقسم أ بلا ما يكونوا أ وبي أوليا. غير درت هذه الخاصية هي باش تعقلوا عليها. دونك خاصية أربعة، دونك ليكون أ وبي من زيد وبي أولي. دونك إذا كان عندنا بي يقسم أ بي تكافئ بي يقسم أ أو بي يقسم بي. عفاكم هذه تقريبا كأنها مبرهنة غوس بدلة شوية. دونك وهي بديهية. دونك إذا كان عندنا بي يقسم أ انتهى الأمر. دونك إذا كان بي يقسم أ يعني هذه العبارة صحيحة، وبي غادي يقسم أ في بي تاهي عبارة صحيحة. دابا نشوفوا إذا كان عندنا بي لا يقسم أ. إذا كان بي ما تيقسمش أ وكان كيقسم بي فالعبارة كذلك كتبقى، هذا الالتزام تيبقى عندنا صحيح. ومن طبيعة الحال الالتزام العكسي، دابا نشوفوا الالتزام العكسي، إذا كان بي كيقسم جدا أ بي عندنا جوج حالات. دونك إما بي كيقسم أ انتهى الأمر العبارة صحيحة. إلا ما كانش يقسم أ يعني غادي يكون أولي معاه لأن بي عدد أولي ويقسم أ، إذا بي أولي مع أ. إذا مادام بي أولي مع أ وبي كيقسم أ في بي فبالضرورة بي كيقسم بي. هذه مبرهنة غوس. تعميم لعدة أعداد، إلا عندنا أ واحد وأ جوج حتى الأن من زيد وبي عدد أولي، إلا كان بي يقسم الجداء من كا كيساوي واحد حتى الأن ديال أكا يعني بالضرورة نجد واحد العدد كا في المجموعة الأعداد الصحيحة المحصورة بين واحد وأن، حيث بي كيقسم أكا. تيقسم إذا كان تيقسم الجداء كيقسم واحد فيهم. دونك كملاحظة، إلا كان عندنا بي أولي بطبيعة الحال وكي واحد وكي جوج حتى كي أن كلهم أعداد أولية وكان بي كيقسم الجداء فبالضرورة القيمة المطلقة ديال بي كتساوي القيمة المطلقة ديال أحد الأعداد ديال أحد الأعداد الأولية. شافكم البعض خاصية أخرى يعني حالة خاصة هي. دونك خاصية خمسة، دونك نواصلوا. خاصية خمسة، ليكون بي عدد أولي و أ من زيد و أن من أن إطوال. إذا كان بي يقسم أ أن فإن بي يقسم أ. عفاكم هذه بطبيعة الحال خاصة ديال الخاصية اللي درنا قبل. دوك إذا كان بي كيقسم أ أس أن هي أ في أ في أ في أ يعني كيقسم واحد فيهم اللي هما كلهم أ. دوك بي يقسم أ. ومن طبيعة الحال حتى الغيسيبحوك راه عندنا صحيح من طبيعة الحال، إذا كان بي كيقسم أ راه بي كيقسم أ أس أن. ملاحظات، دوك ليكون بي أولي وألفا واحد وألفا جوج حتى الألفا أن من أن إطوال.
دونك اول ملاحظه، اذا كان عندنا ا واحد و ا جوج راين من زد و بي كيقسم الجدا من ك كيساوي واحد حتى الان ا ك اس الفا ك، فانه بالضروره يوجد ك محصور بين واحد حتى الان حيث بي كيقسم واحد فيهم ا ك اس الفا ك. ولكن كيقسم ا ك اس الفا ك نطبقوا على هذه الخاصيه هذه، يعني غادي يقسم ا ك. هذا الخاصية الملاحظة الثانية هي حالة خاصة ديال الملاحظة الأولى. إلا كانت عندنا بلاص ما يكون عندنا أ واحد أ جوج عاد كيف ما كانوا، إلا كانوا أعداد أولية. دونك إلا كان كي واحد كي جوج حتى كي إن أعداد أولية، وكان بي كيقسم الجداء ديال كي كا أس ألفا كا، فبالضرورة بي غادي يكون يقسم واحد كي كا هو أولي، يعني بالضرورة القيمة المطلقة ديال بي كتساوي القيمة المطلقة ديال كي. وإلا كانت أعداد موجبة راه غادي يكون عندنا التساوي بلا قيمة المطلقة. وبصفة عامة راه حنا كنستعملو دائما أعداد موجبة. طيب مبرهنة فيرما، يعني وحدة من أهم المبرهنات اللي درتو هاد العام تزيد بطبيعة الحال هي مبرهنة غوس وتيوريم دو بوزو. دونك عافاكم النشاط، غنقرا لكم النشاط ومن بعد غتاخدو بوز باش تخرجوا النشاط وغادا نرجعو من بعد باش نصححوه. إذا النشاط، نقبل أن لكل ان من ان ولكل ك محصور بين صفر و ان سي ك ان، عدد التأليفات ديال ك عنصر بين عنصر ينتمي إلى ان، ثم كتعرفوا بأنه ينتمي إلى ان ما غاديش نبرهنوها. و ا ك من ان، يعني عدد تبديلات ك عنصر من بين ان عنصر ينتمي إلى ان، دونك هذه هي لو نومبر دو كومبينيزون، لو نومبر دارونجمون، ينتميان هاد جوج إلى ان. دونك أولا بين أن لكل ان من زد ان أس 2 توافق ان بترديد 2. ثانيا بغافكم هذا اول عدد اولي هو 2 موجب. دابا غناخذو بي عدد اولي اكبر من او يساوي 3. دونك السؤال الاول بين ان ك فاكتوريال في سي ك من بي كتساوي بي في ا ك ناقص 1 من بي ناقص 1 لكل ك محصور بين 1 وبي ناقص 1. ب استنتج ان لكل ك محصور بين 1 وبي ناقص 1 بي يقسم سي ك من بي، يعني ان بي يقسم عدد تأليفات ك عنصر من بين بي عنصر. ثالثا الف بين بالترجع ان لكل ان ينتمي الى ان، ان على بوسونس بي توافق ان بترديد بي. ب استنتج ان لكل ان من زد، دونك هنا كانت عندنا ان من ان وهنا ان من زد، ان اس بي توافق ان بترديد بي. السؤال الرابع ليكن ان من زد حيث بي وان اوليان، بين ان ان اس بي ناقص 1 توافق 1 بترديد بي. اذا عافاكم غتاخذوا وقيت باش تجاوبوا على هذا النشاط ومن بعد غادي نرجعوا للتصحيح ان شاء الله. اذا نتمنى انكم تكونوا خرجتوا النشاط وحاولتوا معاه قبل ما تشوفوا التصحيح. دونك تصحيح النشاط، السؤال الاول ليكن ان من زد لنبين ان ان اس 2 توافق ان بترديد 2، دونك توافق ان بترديد 2. اذا بطبيعه الحال كاين طرق كثيره باش تبرهنوا عليها، من بيناتهم مثلا كما درت هنا سينو غتقولوا ان وان اس 2 هما نفس الزوجيه وتكتبها مباشره. دونك انا كتبت لدينا ان اس 2 ناقص ان، كناخذ هذا ان اس 2 ناقص ان كتساوي ان عامل ان ناقص 1، وان في ان ناقص 1 هو جداء عددين متتابعين، اذا غادي يكون عدد زوجي. اذا ان اس 2 ناقص ان عدد زوجي، ومنه ان اس 2 ناقص ان توافق صفر بترديد 2. غادي نبداو ان لطرف اخر، اذا ان او كاري توافق ان بترديد 2. بالنسبه للسؤال الثاني دونك ليكن بي عدد اولي اكبر من او يساوي 3، وخديت ك محصور بين 1 وبي ناقص 1، باش بلا ما كل مره نبقى نقول ليكن ك محصور بين 1 وبي ناقص 1 سبقتها في الاول وبقى خدام بهاد الشروط هادو، ان بي اولي وكبر من 3 وك محصور بين 1 وبي ناقص 1. دونك الف بغينا نبينو بلا ك فاكتوريال كتساوي سي ك بارمي بي، باردون ك فاكتوريال في سي ك بارمي بي تساوي بي في ا ك موان ا ك موان زان بارمي بي موان زان، يعني ك فاكتوريال في عدد التأليفات ديال ك عنصر من بين بي كتساوي بي في عدد الترتيبات ك ناقص واحد عنصر من بين بي ناقص واحد عنصر. دونك نعلم ان سي ك بارمي بي كتساوي هي عدد الترتيبات ك من بين بي مقسومه على ك فاكتوريال. عفاكم هذه هي عدد تبديلات كعنصر إلى تفكرتوها في التعداد. تكافئ غنضرب في كا فاكتوريال هنا وغنعوض هذه. دونك كا فاكتوريال في سي كا بارمي بي تساوي، دونك شحال كتساوي أكا بارمي بي، وأكا بارمي بي هي بي في
بي ناقص واحد بي ناقص جوج كنبقاو نضربو حتى كنديرو شحال من العوامل كعامل. دونك بي في بي ناقص واحد في بي ناقص جوج غادي نوقفو فين؟ في بي ناقص كا زائد واحد. وهادي كتساوي خرجت بي دوك هادشي اللي غيبقى ليا هنا بي ناقص واحد في بي ناقص جوج حتى البي عفاكم انا اش درت؟ نقصت واحد منا ونقصت واحد من هنا. غير حيدو غير الاقواس راه غتلقاوها هي بي ناقص واحد بي ناقص كا زائد واحد غير الاقواس حيدو. دونك هي بي ناقص واحد ناقص كا ناقص واحد زائد واحد. شحال من عامل عندنا من هنا حتى لهنا؟ غتكون كا ناقص واحد عامل، هادي كانت كا عامل حيدنا بي دوك بقات لنا كا ناقص واحد عامل. اذا هادي كتساوي بي غنخليو بي وهادي هي ا كا ناقص واحد بارمي بي ناقص واحد. دونك اذا اش غنسنتجو؟ اذا كا فاكتوريال في سي كا بارمي بي كتساوي بي في ا كا موانزا بارمي بي موانزا. دونك هذا هو الاستنتاج ديال السؤال السؤال الف. السؤال ب لنستنتج ان بي يقسم سي كا بارمي بي. دونك لدينا كا فاكتوريال و سي كا بارمي بي و ا كا موانزا بارمي بي موانزا كلهم اعداد صحيحه طبيعيه. هذاك مهم الشرط ان تكون اعداد، مهم الشرط انها تكون اعداد صحيحه. ممكن عندي هذا الجداء هذا خاص الاعداد تكون صحيحه. بما لم تكن الاعداد صحيحه انا قلت الطبيعيه هي فقط تكون صحيحه نسبيه يكفي اعداد صحيحه. دونك و كا فاكتوريال سي كا بارمي بي كتساوي بي في ا كا موانزا بارمي بي موانزا. اذا من عندي هادو اعداد صحيحه ممكن نقول بلي هاد العدد الصحيح بطبيعه الحال العدد الاولي بي تيقسم هاد الجداء. اذا انا شنو درت انا؟ اذا بي تيقسم كا فاكتوريال في سي كا بارمي بي. عندنا جوج سميتها نتيجه واحد. ولدينا كا محصور بين واحد وبي موانزا. اذا بالضروره كا غادي يكون اسرع اطعم من بي. اذا مادام اسرع اطعم من بي راه غادي يكون اولي مع بي لان بي عدد اولي ما غاديش يقسم عدد صغر منه. ديما المضاعفات من غير صفر بطبيعه الحال الموجبه من غير صفر كلما راه كبر من بي. اذا غادي يكون اولي مع دونك بي غادي يكون اولي معك. دونك غادي يكون بي اولي مع واحد مع جوج مع ثلاثه حتى نوصلوا لبي ناقص واحد. دونك حنا غير ناخذوا حتى الكا كا صغر من بي ناقص واحد. اذا غادي يكون اولي مع الجداء تاعو ما تيقسم حتى واحد فيهم، ما تيقسمش واحد ما تيقسم جوج ما تيقسم ثلاثه ما تيقسمش حتى الكا. اذا غادي يكون اولي مع كا فاكتوريال. اذا غنجمع هاد النتائج عفاكم ككونكليزيون. عندنا بي عدد اولي وعندنا بي يقسم كا فاكتوريال سي كا بارمي بي وعندنا بي اولي مع كا فاكتوريال. اذا حسب مبرهنه غوس بي يقسم سي كا بارمي بي. اذا هذا هو المطلوب في السؤال ب. نمشيو لثالثا الف لنبين بالترجع ان لكل ان ينتمي الى ان ان لا بويسونس بي توافق ان بترديد بي. عفاكم المتغير هنا هو ان، يعني خصنا نديرو الترجع على ان ماشي على بي في عدد ثابت. اذا من اجل ان كتساوي صفر لدينا صفر توافق صفر بترديد بي بديهيه. دونك اذا العباره صحيحه من اجل ان كيساوي صفر. ندوزو لفرضيه الترجع ولا ليغيديتي. دونك ليكن ان من ان نفترض ان ان اس بي كتوافق ان بترديد بي. غندوزو الحد اللي بعد منها. دونك ولنبين ان ان زائد واحد اس بي كتوافق ان زائد واحد بترديد بي. كنسمع فيكم الطريقه العامه. دونك ان زائد واحد اس بي هي لا صوم من كا كيساوي صفر حتى الان سي كا بارمي بي تاليفات كا عنصر من بين بي عنصر ان اس كا. من طبيعه الحال ممكن نكتبو في واحد اس ان ناقص كا وهذه هي واحد سي با لابين بلا ما نكتبوها. دونك نكتبو غير هذه. عفاك نفرق هاد لاصون من اجل كا كيساوي زيرو غتكون عندنا سي زيرو بارمي بي بار كونفونسيون هي واحد و ان اس زيرو هي واحد. دوكا تعطينا واحد لاصون من كا كيساوي واحد حتى الان ناقص واحد. هنا عندنا لاصون حتى الان وقفنا فين؟ في ان ناقص واحد. يعني بقى خاصنا الحد الاخير. الحد الاخير هو سي ان من ان سي ان من ان كتساوي واحد ان اس ان. دوك ولدينا بي كيقسم سي كا بي لكل كا محصور بين واحد وبي ناقص واحد حسب السؤال السابق. دونك اذا بي غادي يقسم هاد لاصوم هذا لاصوم من كا كيساوي واحد حتى ان ناقص واحد سي كا بارمي بي ان على بويسونس كا. اذا لقينا بلا بي غادي يقسم هاد لاصوم هذا. دوك اش غنلقاو في الاخر؟ دونك اذا كملنا عفاكم في السبوره ما بقاش بزاف غادي نجاوبو عليهم مباشره. دونك اذا ان زائد واحد اس بي كتوافق واحد زائد ان اس بي
حيدنا هذاك لاصون ديال السي كابي لانه يقبل القسمه على بي، حيدنا يوافق زيرو. من بعد غنستعملو فرضيه الترجع، دونك ان رابوسونس بي كيوافق ان بترديد بي، دونك غنحيدو ان رابوسونس بي ونعوضوها بان. دونك اذا ان زائد واحد كل اس بي كتوافق ان زائد واحد بترديد بي. دونك عفاكم قاد لكم لا كونكلوزيون الترجع انا ما درتهاش لان باش نحافظو شويه باش يدنا الوقت. نمشيو للسؤال بعد لنبين ان لكل ان من زد، دونك السؤال السابق كانت فيه لكل ان من بي، هنا غنديرو لكل ان من زد ان رابوسونس بي توافق ان بترديد بي. دونك الحاله الاولى اذا كان ان ينتمي الى ان، هذه اللي برهنا عليها قبل، فان ان رابوسونس بي توافق ان بترديد بي. الحاله الثانيه اذا كان ان سالب يعني كينتمي لان ايطوال ناقص، فان ناقص ان كينتمي الى ان، ولدينا بي عدد اولي وبي اكبر من او يساوي 3. إذا مادام بي أولي أكبر من 3 فإنه عدد فردي، كتعرفوا أن العدد الزوجي الوحيد الأولي هو 2 في الأعداد الموجبة بطبيعة الحال. دونك إذا بي عدد فردي، دونك نعاود عفاكم لدينا ناقص إن كتنتمي لإن، إذا حسب السؤال السابق فإن ناقص إن هذا كينتمي لإن ما تنساوش، ألا بوسونس بي توافق ناقص إن بترديد بي. بي عدد فردي ممكن نخرجو ناقص برا، دونك هي ناقص ان اس بي توافق ناقص ان بترديد بي، ونضربو في ناقص واحد، وتجينا ان رابوسونس بي توافق ان بترديد بي. دونك لا كونكليزيون، مهما يكون ان ينتمي الى زد، ان رابوسونس بي توافق ان بترديد بي. نمشيو للسؤال الرابع، ليكن ان من زد، وان اولي مع بي، دونك لنبين ان ان اس بي ناقص واحد توافق واحد بترديد بي. دونك لدينا حسب السؤال السابق ان رابوسونس بي توافق ان بترديد بي، وهذه الموافقه بترديد بي راه هي معناتها ان بي كيقسم ان رابوسونس بي ناقص ان، ومنه بي تيقسم ان، عملنا بان عامل لان ناقص بي ناقص واحد، وكنعرفوا ان بي اولي مع ان لان بي ما كيقسمش ان، بي اولي يعني معناتها بي اولي مع ان. دونك اذا حسب مبرهنه غوس بي غادي يقسم ان رابوسونس بي ناقص واحد ناقص واحد، دونك مادام اولي مع ان فبالضروره كيقسم هذا العدد. دونك ومنه ان رابوسونس بي ناقص واحد توافق واحد بترديد بي. نمشي مباراه فيرما، دونك تيوريم دو فيرما، اذا كان بي عدد اولي لكل ان من زد لدينا ان رابوسونس بي توافق ان بترديد بي، ولا كان بي لا يقسم ان فان ان رابوسونس بي ناقص واحد توافق واحد بترديد بي. اذا عفاكم كما درنا ليها هنا في السؤال السابق، دونك الا بغينا ندوزو من ان رابوسونس بي كتوافق ان، بغينا ندوزو ان رابوسونس بي ناقص واحد توافق واحد، كنعملو بان كنجيبو من الطرفين بجوج وكنعملو بان وكنحيدو هاد ان لان بي ما تيقسمش ان و بي اولي، اذا بي كيقسم هاد العدد الاخر. دونك مثال لدينا 11 عدد اولي و11 اولي مع 20، اذا عفاكم بلا ما يكون اولي مع 20 حس شي درزنا، دونك لدينا 11 عدد اولي، دونك اذا 20 اس 11 كتوافق 20 بترديد 11، دونك هذه بي هي بي هي 11، دونك 20 اس بي كتوافق 20 بترديد 11 و20 راه هي 9 بترديد 11، وباقي القسمه الاولى ديال 20 على 11 هو 9. نمشيو للتطبيق، حدد باقي القسمة الإقليدية للعدد 4 أس 523 على 7، السؤال الأول. السؤال الثاني، حدد باقي القسمة الإقليدية للعدد 135 أس 73 على 19، إذا خذوا وقتكم باش تجاوبوا على التطبيق، ديروا بوز عاد شوفوا التصحيح. إذا نصحوا التطبيق، السؤال الأول لنحدد باقي القسمة الإقليدية للعدد 4 أس 523 على 7، إذا لدينا 7 أولي و 7 أولي مع 4، إذا حسب مبرهنة فيرما 4 أس 6 كتوافق 1 بترديد 7، إذا هذاك من بعد شنو نديرو؟ كنديرو القسمة الإقليدية ديال 523 على 6، دونك نزيدو القسمة الإقليدية 523 على 6، دونك الخارج هو 87 والباقي هو 1. دونك اذا 523 تساوي 6 في 87 زائد 1. كيفاش غنستعملوها لي عفاكم؟ دونك غنطلقوا عندنا 4 و 6 كتوافق 1، غ
غادي نرفعو أس 87 طرفين. إذا 4 أس 6 لكل أس 87 توافق 1 أس 87 هي 1 بترديد 7. ومن بعد غنضربو في 4 باش نلقاو هاد زائد 1 اللي بقالنا هنا، غنضربو في 4. دونك إذا 4 في 4 أس 6 في 87 كتوافق 4 بترديد 7. وهادي عفاكم هي 4 أس 523 كتوافق 4 بترديد 7. وعندنا 4 محصورة بين 0 و 7 قطعا، و 0 أو تساوي 7 قطعا. إذا هاد 4 غادي يكون هو باقي القسمة الأوكليدية ديال 523 على 7. نمشيو للسؤال الثاني. دونك السؤال الثاني حاول تخدم به في منهجية أخرى بدل هادي. دونك نحدد باقي القسمة الأوكليدية ديال 135 أس 73 على 19. إذا أول حاجة غنبدا بهذا العدد ونحدد الباقي ديالو على 19. دونك 135 كتساوي هي 140 ناقص 5، وهاد 140 كتوافق 14 بترديد 19، يعني كل كتوافق 7 بترديد 19 ناقص 5، دونك هي 2 بترديد 19. و73 كتساوي 18 في 4 زائد 1. إذا 135 أس 73 توافق 2 أس 73 بترديد 19. وهذه 2 أس 73 هي 2 أس 18 لكل أس 4 في 2. 2 أس 18 عدد أولي مع 19. إذا حسب فيرما 2 أس 18 كتوافق 1 بترديد 19 في 2. وهذه هي 2 بترديد 19. إذا باقي القسمة الأوكليدية للعدد 135 أس 73 على 19 هو 2، لأن هاد 2 محصور ما بين 0 و 18. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.